ازيكم عاملين ايه؟ دايما بنصح اي حد بيحب يصور فيديوهات او بيصور عموما بالسيلفي، دايما بنصحه يجيب موبايل بكاميرا اماميه يكون فيها فلاش امامي، يعني مش نايت مود سيلفي ولا الكلام دوت، لان الحاجات دي سوفت وير وما بتكونش ابدا نفس كفاءه الموبايل اللي بيكون فيه فلاش امامي. فالموضوع ده بقول فيه كتير وللاسف الناس ما بتقتنعش بالكلام. معلش الاضاءه مش حلوه، ولكن هوضحها لكم دلوقتي. هوريكم الفرق بين ان انت لما تصور بموبايل تصوير عادي وغير لما اشغل فلاش الامامي بتاع الموبايل، قد ايه تصوير الفيديو بيفرق. معلش انا في البلكونه بس في الشارع. بصوا، ده تصوير عادي جدا من غير فلاش من غير اي حاجه، في نفس الاضاءه، في لمبه صفراء فوق اهي في البلكونه، فده طبيعي جدا يعني ان الاضاءه تبقى كده. ده تاخير الدنيا اهو. ده كمان تصوير فيديو بالفلاش، شوف الفرق. يعني انت متخيلين معايا الفرق عامل ازاي؟ لا الموضوع فعلا الموضوع بيفرق، زي ما انت شايف الفيديو نور بشكل مش طبيعي، بشكل مش عادي. فده اللي انا قصدي بقول عليه، والناس مش واخده بالها من الموضوع ده كمان اصلا. يعني الفلاش بيدي الموبايل في الفوكس سرعه، يعني انت لو بتعمل فوكس على حاجه او بتقرب حاجه من الكاميرا، دايما الفلاش الامامي بيكون احسن وبيكون سريع جدا. الفوكس بيكون اسرع جدا في الفلاش، على عكس ما تكون مصور في اضاءه متوسطه او اضاءه خافته وتحاول تعمل فوكس على حاجه، الموضوع بيبقى صعب وتلاقي الموبايل كده بياخد وقت. فاهم قصدي؟ الموضوع بيبقى حلو جدا. وكمان شايفين الكواليتي دي اصلا اللي بصور بيها دي اتش دي 720، فده كنت تتخيل بقى. معلش على صوت اللي حواليا، طبعا ما هو بصور في البلكونه كاني بصور في الشارع بالظبط، يعني اصوات عربجيه بقى وكده. ما علينا، بس شايفين الفرق بجد. يعني والله انا مستريح جدا بتصوير الفيديو في الفلاش الامامي، وكمان ده الموضوع بيوضح اكتر في تصوير الصور. يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي الصور من غير فلاش وبفلاش عملت ايه؟ فاهم؟ احسن من نايت مود اي موبايل. النايت مود سوفت وير بيعلي لك اضاءه الصوره لكن مش بيزود التفاصيل، لان ما زالت الكاميرا بتكون اضاءتها خافته، فتحه العدسه مش عارفه تلم ضوء. لما الفلاش هو اللي بيساعدها على الضوء ده، فبيكون طبيعي جدا وانك تلاقي تفاصيل. يعني دايما الصور بالفلاش احسن مليون مره من الموبايل بيعمل نايت مود. فاهم قصدي؟ بتحس فرق واضح، فرق واضح جدا. فده اللي بقوله، لو انت واحد بتحب التصوير فيديوهات او الكلام دوت، انصحك جدا انك تجيب موبايل يصور فيديو بالكاميرا الاماميه يكون فيه فلاش امامي. يعني فده اللي انا بقوله عشان الناس مش بتبقى مصدقه الفرق المهول اللي بقول لكم عليه. هو الباك جراوند الخلفيه مظلمه شويه، بس اهو كفايه انهم باين تفاصيل وشك، حتى شعر الدقن زي ما انتم شايفين لا باين، يعني تفاصيل حلوه. فاهم قصدي؟ فلاش امامي بيفرق جدا. وبس اتمنى يكون الفيديو، انا عارف ان الفيديو تافه شويه ويمكن يكون مهم للبعض، عشان الناس سالتني ليه بتختار الموبايلات اللي بتصور في فيديو يكون فيها فلاش امامي، ليه الفلاش الامامي مهم والكلام دوت، حبيت اوضح لكم الفرق. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك ولو بمعلومه في الفيديو ده. مش هقول لك اعمل لايك ولا اشتراك ولا الكلام ده، لان دي حاجات بديهيه مش لازم، مش اجبار يعني. وبس، السلام عليكم ولا اله الا الله.